السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. أكد الرئيس الجزائري تبون أنه يعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين عبر كافة ربوع البلاد، وفي خطابه الموجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين بقصر الأمم نادي الصنوبر، قال الرئيس الجزائري تبون إنه يعمل من أجل أن ينال كل مواطن جزائري حقوقه كاملة من تيمياوين إلى حيدرا، وربما يقصد بذلك كل المواطنين أصحاب الحقوق العالقة وخاصة جنود الجيش المعطوبين والمتقاعدين وحتى المشطوبين وحتى الذين أدوا الخدمة الوطنية في العشرية السوداء وجنود الاستبقاء وكذا المواطنين والذين لم يتحصلوا على منحة البطالة بسبب الشروط التعجيزية.